دائما هايدي بنعرف انه بتتنوع المواهب عند الاشخاص. احيانا بنشوف طفل او شاب صبي عنده موهبه القراءه، عنده موهبه الغناء، الرسم، الرياضه، خاصه الاطفال بعمر مبكر. احنا لا نقدر اليوم نصنع بطل يكون بمستوى كلمه بطل، فمفروض يكون الصقل والدعم بمرحله الطفوله. وصرنا نشوف اليوم في نوادي واكاديميات كثير مهمه عم تراعي موهبه هذا الطفل، عم تروح معه لتصقل وترعى هي الموهبه. اكيد يا رشا، اليوم كل طفل بيولد عنده موهبه بتميزه عن كثير من الاطفال. شو كانت موهبتك؟ يلي حوالي انا بصراحه ما بحب السباحه، عندي موهبه اساسيه. انت الغناء والرسم تمام. ممكن تكون ممكن بالسباحة، ممكن بالرياضة أو بالقراءة، كثير المواهب اللي ممكن نشوفها، لكن لازم مشاهدينا أنه نحن نسقل هي الموهبة عند الطفل من الصغر، إما بتكبر وبتتطور معه أو ممكن تختفي نتيجة إهمال الأهل لهذا الموضوع. فكتير مهم أنه الأهل يشجعوا أطفالهم ويدعموهم لحتى يصنعوا منهم بالمستقبل أشخاص ناجحين. لكن اليوم يا رشا مثل ما قلتي رح نركز على الجانب الرياضي ونحكي أكثر عن النوادي والأكاديميات الرياضية يلي عم تهتم بمواهب الأطفال. كل هاي التفاصيل مع ضيفنا الكابتن محمود زيدان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح. كيفك؟ تمام. يعني الطفل وقت بيجي لعندك تسأله شو هوايتك؟ تمام. هلا احنا اليوم بجو الرياضة، هلا الأطفال كثير متشوقة ليكون عندهم رياضات من جميع المختلفات، يعني في عندنا القدم، السلة، جمباز، كيكوندو، كل هذا. بيجي الطفل لعنا نحن على الأكاديمية، بنشوف نحن شو هوايته، شو رغبته، إنه حابب يكون، ونحن بنسقل له إياها. نحن بيجي أول شيء يعني في هو بيختار مثلا قدم، بيختار سلة، وبنشوف نحن بهالأمور شو بيتطور الطفل، شو حابب ياخذ موهبته ونكمل له اياها. وان كان يعني خاصه نحن اليوم بنظام الاكاديميات هلا اللي انفتح جديد، يعني كثير البلد بهم كثير لهالاطفال تاخذ حقها وتاخذ كل امورها. الاكاديميات هي بتستقبل من العمر الخمس سنين لل 17 سنه، بتنمي المواهب كلياتها بجميع النشاطات اللي موجوده عندنا بالاكاديميه. تمام. خلينا نتوسع بشكل اكثر، نحكي عن الجو العام اليوم بالاكاديميات، كيف عم بيكون؟ شو الفكره منه؟ شو بيتضمن؟ تمام. هلا هو الجو العام بالاكاديميات، هي الاكاديميه انت وتقولي اكاديمي بده يكون كله نظام اكاديمي على اعلى مستوى، ان كان من اداريين، من مدربين، من قائدين عمل كلياته. هذا الطفل اليوم نحن في عندنا انديه بسوريا وفي اكاديميات. اليوم الطفل ايام بيروح على الانديه ما بحق له مثلا، ما بيصح له الفرصه ليلعب بهالانديه، بالاكاديميات بنسقل له نحن موهبته وكل شيء ليطلع من الاكاديميه لنادي او يطلع يحترف برا او هذا. يعني الاكاديميات اليوم هي بتسقل مواهب الاطفال كلياتها جميع النشاطات للأندية أو للاحتراف خارج البلد، أو تعطي رديف للمنتخبات إن كان البراعم، الأشبال، الناشئين، للشباب، للرجال. يعني هي الأكاديميات أهم شيء فيها هي إنه تنمي الطفل من صغره، تسقل له موهبته إن كان دراسيا، إن كان اجتماعيا، إن كان نفسيا، ذهنيا، مهاريا. وفي نخب كثير من الأطفال هي بهذا الوقت، إنه في أطفال هي جاي بجوز تتسلى، في أطفال مواهب، في أطفال كل مين كم، ناخذ على حسب كل طفل شو عنده إمكانيات، وهذا ونحن بننظمهم على المستويات كفئات عمرية أو كمستويات نشاطات كاملة. صحيح. عم شوفك بعض الصور من ضمن الأكاديمية اليوم، ما عم شوف أعمار مختلفة بين الأطفال، يمكن أول عمر للأطفال اللي بتستقبلوها بخمس أو ست سنوات. سنوات. تماما. هلأ الطفل بهاي المرحلة، ليش أنا سألتك بداية تسأله شو الهواية؟ لأنه بتذكرك أيام المدرسة يعني كنا نشوف حدا بارع بالغناء، حدا بكرة السلة، وبعدين شفناهم أسماء ونجوم، يعني هذا كان في دعم لهم يعني، وللاسف شفنا عالم تهمشه. اليوم ذكرت نقطه انه كان في عم ترفضوا الاطفال بالدوري السوري، شو كان دوركم اليوم؟ تمام. هلا نحن اليوم الطفل وقت يجي لعنا بالخمس ست سنين، عندنا من الخمس سنين للتسع سنين، هون الطفل هلا ما بيبين وين موهبته بده تروح. يعني هو اليوم بجوز السنه يلعب قدم، السنه الثانيه يلعب سله، بعد التسع سنين هون ببين موهبته للطفل وين اختار المسار اللعبه اللي بده اياها. نحن من ضمن الاكاديميه في عندنا شيء 16 نشاط بين قدم وسله الى تسباح وكيكوندو وزومبا وجمباز. يعني كل طفل بهالثلاث سنين مثلا اللي بياخذهم باول عمره بيختار اللعبه اللي بده اياها وبيطلع موهبته فيها. فنحن اليوم لعمر التسع سنين تقريبا بيكون الطفل اخذ الموهبه، بنكتشف نحن في عندنا كادر فني
كامل انه بيختبر انه هذا الولد انه خرج يكمل كره قدم، خرج يكمل سباحه، كره سله. فهلا نحن اليوم مع تنظيم الاتحاد الرياضي العام واتحاد كره قدم تم ترخيص الاكاديميات كلها، ونحن من احد الاكاديميات الابتونية اخذت الترخيص الذهبي. صار في عندنا اليوم مشاركات، صار في منافسات لهذا الطفل اللي كان عم يحلم فيه. كنا بالقبل نحن ما كان في شيء الطفل الاكاديمي انه لا يشارك لا بدوري لا مسابقات لا شيء. شو شاركتوا اليوم كوتش؟ هلا نحن اليوم شاركنا ببطولة الدوري لفئة البراعم وفئة الأشبال وفئة الناشئين. اليوم الأكاديمية نحن الوحيدة بسوريا، يعني في هون وفي بحلب وفي بجبلة، وهذا في 4-5 أكاديميات. الاتحاد الرياضي منحهم المشاركة مع الأندية السورية، مع الجيش، الوحدة، المحافظة، الشرطة، كلياته. هلا صار في تنافس دوري براعم ودوري أشبال ودوري ناشئين. هلا هو الدوري شغال بمرحلته الرابعة. في عنا أكثر من لقاءات كانت يعني كثير رائعة من الأطفال، وصار الولد يتنافس مع لاعب النادي، صار يقول إنه مو أنا مثلا ما فيني ألعب مع نادي. ومن نفس هدول المسابقات اللي عم تساويها الاتحاد الرياضي عم يتنقى منتخب دمشق زائد منتخب محافظة يعني سوريا، ومن هون عم ياخذ انطلاقته الطفل بهالمجال، كان كرة قدم أو سلة أو كيكوين أو أي نشاطات هي كاملة. بقى اليوم نحن هاي الخطوة كتير كبيرة إجت لهالأطفال تشجيعا لهم إنه نحن اليوم قدرنا نشارك بقى بالدوري السوري. مو معقول إنه أكاديمية أو نادي، ما عاد في فرق بين الأكاديمية والنادي، رغم إنه الأكاديمية عم جابه الأندية، عم تعطي مستحقات كاملة مثل الأندية، وعم تعطي فرص أكبر للأطفال تشارك بالدوري السوري، وإن كان على مستوى المحافظات أو سوريا أو منتخب السوري. تمام، خلينا نعرف أكثر أهم النشاطات اللي عم تقوموا فيها اليوم، يعني برامج التدريب اليوم، كيف عم يدم تدريب الأطفال خصوصا يعني اليوم بالجو البارد بالشتي وحتى بالمدرسة، كيف عم تقدروا تنظموا الوقت؟ تمام، هلا نحن اليوم بنظام أكاديمي وقت لك كان في عندنا منهاج برنامج كامل بنحط نحن بالأول الموسم، وخاصة هلا بالعام الدراسي نحن أهم شيء بالأكاديمي بندقق كثير على الدراسة على الطفل. فنحن بهالفترات عم نعطي، هي فترات جرعات تدريب هي جمعة وسبت أيام العطلة، ويوم بالأسبوع هو بيكون ثلاثة. بقى نحن اليوم بننظم هالتدريبات كاملة، زائد بنتابع نحن الأطفال إنه أهم شيء دراستك بعدين الرياضة اللي تيجي تلعب. اليوم تكون أنت منجح دراستك بتنجح بالرياضة، زائد بالأجواء الباردة. يعني نحن اليوم بكرة القدم ما في شيء إنه والله برد ما برد، تحت المطر تلج بده يلعب، لأنه الدوري اليوم شغال هو تحت المطر والتلج والقصص. بقى كتير، وأنا بشكر كتير الأهالي على استجابتهم، انه زائد الاولاد ما عم متاثر بالتزاماتها بالتدريبات. ونحن كنا محضرين معسكرات لهم قبل بدايه الدوري للفئه الاشبال والناشئين، وهلا نحن بالجوله الثالثه بالدوري، هي الدوري من 9 جولات، وعم نحضر لهم وعم نتابعهم بين دراسيا وتدريبيا لنكمل مشوار الدوري وينتهى بهذا الموسم. طيب كوتش، اليوم الطفل خلينا نقول اليوم وقت اللي انت بتكون حريص على صناعه بطل، خلينا هيك بس نفصل شوي السؤال. اليوم نحن عم نعاني بالأندية الموجودة بالرياضة من عدم وجود مقومات أو دعم، يعني عم نشوف شباب أبطال وعندهم مشاركات إن كان على الصعيد المحلي أو الدولي، ولكن بيترك وبيروح على شيء تاني، بيقول لك أنا عم بصرف حسابي، أنا عم سافر حسابي، أنا أغذيتي حسابي، يعني ما في دعم من الاتحاد. خلينا نقوله اليوم كأكاديمية أنتم مسؤولين عن هذا الطفل ولأي عمر؟ تمام، هلا نحن اليوم بمساب اكاديمي وتتلك اكاديمي، نحن الاكاديميه بتتالف من عده نشاطات فيها، وزائد من اداره كامله من مدير الاكاديميه بوجهه الاستاذ خالد الجراح، مع مدير تنفيذي، مدير فني، مع كامل الصفات لموضوع الاكاديميه. بقى كل مين بياخذ هو نشاطه وتعليماته كامله باتخاذات القرار. وهذا اليوم نحن وقت الدعم بيجي لهالاكاديميه بده يكون هو الاداره متفاهمه كامل مع بعضها، زائد طلبات كامله لكل الاطفال من تجهيزات، من تامين دراستهم، من سفر، من المباريات، من كل شيء. بقى اليوم هي الاكاديميه، لانه هو اليوم بتقولي اكاديمي خاص، صار انه على مصروف الخاص كان، بس زائد هلا صار ضمن الاتحاد الرياضي العام. يعني اليوم نحن تحت سقف الاتحاد الرياضي العام، تحت قوانين مثلنا مثل الانديه اللي مفروض على الانديه انفراد على الاكاديميات بكامل هذا. فهي بتصفي بس انه الاداره الناجحه هي اللي بتكمل، شلون بتوظف مبارياتها، مشاريعها، سفراتها، التزاماتها لعقود اللاعبين، تنظيم عقود اللاعبين مع كامل
امور الاداره الكامله اللي عم نحكي فيها. فهي اليوم الانديه بتصير ايام هي في مشغل، لانه الانديه بتروح كثير لاعداد كبيره باطفال. يعني اليوم نحن بفئه الاشبال عندهم مثلا نادي الوحده او الجيش 30 40 لاعب، هن كلهم بدهم يشوفوا باقي حقوق ما بيعطون لغير حدا ياخذ نفسه. أما بالاكاديميه بالعكس، الطفل اللي بياخذ حقه اللي بيسبوت اكثر هو اللي الاجدر بيلعب. ما عندنا مثلا اليوم انا اليوم لاعب انا ما بدي ما بتمسك فيه، بعطيه لغير نادي او لغير اكاديميه لياخذ فرصته ويكمل. عم نحن اليوم باجواء الانديه لا، اليوم لاعب ما بدنا بنخليه ما بنعطيه لغير ما بتروح عليه. وعلى هاي الاساسات يعني هي كلها برجع بقول لك انه من ادارات كاملة من الأندية، وهذا هذا السبب اللي ما عم ينجح اللاعب أو الطفل أو الأولاد. عم تلاقي اليوم كثير تشتتات بالأندية، اليوم مدرب بتلاقي مع الوحدة، الأسبوع الجاي بتلاقي مع الفتوة، الأسبوع اللي بعده بتلاقي، يعني اليوم سوء ما في تنظيم. سوء تنظيم زائد إنه اليوم ما في استقرارات لقرارات كان لمدربين أو للاعبين أو قصد هذا الشيء. لما بقى اليوم هذا الخلاف اللي بيصير بين نظام الأكاديمي وبين نظام الانديه اليوم ان كل المؤسسات صح، بس بيصير مين بيقدر يدير هالمؤسسه صح ومين في اللي يشتغل فيها صح يكمل يكمل او يكمل يعني. على اليوم نحن انا برجع نحن تاسست اكاديميه الابتون ب 2015، نحن اليوم ب 2023، نحن للسنه الماضيه اخذنا الترخيص الذهبي اللي صرنا يعني معناته نحن صرنا عم ناسس سبع سنين لو وصلنا لناخذ الترخيص الدائم نصير متنا اكيد ما في شيء موجود غير اكيد موجود غير اكيد. الحمد لله نحن ككادر اداريين ومدربين وهذا كلياتنا صرنا 8 سنين مع بعض كاعضاء اداره وكمدربين او ككادر كامل بياخذ هالاكاديميه. بقى هذا سر النجاح ويا الاكاديميه الابدون، انه اليوم الاداره مستقره كامله من فريق. اعضائهم فريق كامل فريق وبعدين اليوم كلياتنا واحد ما في انا 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 هون بالانديه بتلاقي انا هون لا هذا لا هذا يعني. هذا الشيء اللي يعني بقت اليوم وقت يكون في اداره ناجحه ومترابطه مع بعض بيكون هذا سر النجاح اللي بيوصل هالاكاديميات لهذا المستوى وننجح اطفالنا ويطلعوا بهالمستوى العام. طيب خلينا نوضح اكثر، اليوم في اختبارات معينه ممكن يخضع لها الطفل لحتى يدخل لهي الاكاديميه؟ تمام. هلا اليوم نحن بالاكاديميه بيجي لعنا الطفل بده يسجل مثلا قدم او سله، وهذا اليوم بيكون في عندنا نحن فتره شهر تجريبي له بتبين موهبته. بقى نحن اليوم بالاكاديميه في عندنا اكثر من فئات، في فئه مستوى عادي هو اكاديميه، في منتخب ثاني، منتخب اول. هو المنتخب الاول اللي بيشارك هلا بالبطولات كان الخارجيه او الداخليه او الدوري او الوسط. اليوم نحن الطفل بنتابعه في كادر فني بيشوف مستوى الطفل، اليوم ترفع مستواه بنرفعه للمنتخب الثاني وبعدين بيطلع للمنتخب الاول. اليوم عندنا المنتخب الاول هو بيتمثل من جميع الفئات، انه براعم اشبال ناشئين. هلا اليوم نحن بنظام الاكاديميات بحقنا بس لعمر ال 17 لناشئين، ما بحقنا لسه شباب ورجال مثل باقي الانديه. هلا باقي الانديه عندها جميع جميع الفئات، الا نحن عندنا براعم اشبال ناشئين. ان شاء الله هلا القادم انه نفتح شباب ورجال يسمح لنا الاتحاد. بقى بهذا نحن الاكاديميه وقت يجي لعنا الطفل ببين هو شو مستواه شو ترتيبه، نحن على هوا مستواه على هوا عمره بنحطه بالفئه اللي هو موجود فيها، ونفس الشيء على هوا مهاراته وامور بيطلع بيتاهل من فريق البراعم، بيطلع من البراعم للاشبال للناشئين بيتطور، ونفس الوقت بياخذ هو المستوى تبعه بيطلع منتخب سوريا اشبال ناشئين. يعني اللي احنا اليوم الاكاديميات كثير كثير عملت ضجه كبيره بالبلد للانديه. ليش؟ لانه اليوم الطفل كان ما ياخذ حقه بالانديه، يروح على النادي يلاقي شيء 30 لاعب 40 لاعب بيقول له ما منيح، هو بيكون منيح حرام عنده امكانيات، بعدين بيرجع. بعد الاكاديميات اليوم فتحت فرصه كثير كبيره لهالاطفال تاخذ راحتها وتطلع وتنجم كان بالبراعم الاشبال والناشئين. طيب كوتش، ذكرت نقطة حضرتك عن الفريق الواحد، ونحن دائما نعرف سر نجاح أي عمل بالحياة هو التنظيم والتفاهم بين أعضاء إن كان مؤسسة أو الأكاديمية. حضرتك اليوم عم تحكي عن جيل، هذا الجيل فيما بعد بده يكبر وبده ينشأ وبده يمثل اسم بلده في بعض الأحيان. وقت اللي بيجي الطفل لعندكم إلك نظرة حضرتك ككوتش وخبرة، يعني بجوز اليوم أنا أقول لك يعني خليني أنا أعمل لك إسقاط، أنا كنت أحب كرة الطائرة كثير، كانت المدربة تقول لي لا أنت روحي السلة، إلا أنا بحب الطائرة فأنا ميولي شيء وهي كانت نظرتها شيء، والفعل يعني هي اللي شافته طلع صح. يعني اليوم بتتدخل بالموهبة اللي بتجي للطفل عندك أو بتتركه على راحته؟ تمام. هلا لا هلا نحن اليوم الطفل قلت لك بالعمر الصغر يعني للتسع سنين
بيبين هو شو بده خليه بتحاول يعني تغير يعني تحطه بكذا مكان. طبعا هلا هو بيجي بيقول لي كره قدم، انا بشوفك مو منيح قدم، هذا منيح سله، بقول له روح جرب سله شوفها بركي بتلاقيها بتحبها. صحيح. بروح جرب درس سله، هذا عجبته ما عجبته برد برجع بقول له روح شوف اعمل تيكواندو كيك بوكسين. هي انا قصدي نظره الكوتش للطفل تمام يعني بيبين اليوم. بيبين طبعا اللي احنا بس اليوم نفس الوقت ما بنضغط على الطفل بهذا الامر. ليش؟ لحتى يشوف هو شو رغبته. اليوم انا وقتوبه بيكون لانه هذا الجيل هلا اللي احنا صرنا على 10 سنين كله متقمص برونالدو وميسي بكرة القدم، انه والله ميسي هذا بس بيجي الطفل ما عنده كوتش. عندنا مواهب يعني أكيد. سوريا مليئة ولادة من المواهب خاصة بفرق البراعم والأشبال. يعني اليوم عندنا أطفال عمره 10 سنين صدقا يعني تاخذيها بتلعب ببرشلونة، وهذا وعندنا أكثر من لاعب اللي احنا طلعوا لبرا وهلا عم يلعبوا بأكاديميات برشلونة فوق هن أعمارهم 11 سنة و12 سنة. بقى اليوم نحن المواهب السورية خاصة بهالفئات العمرية عندنا إياها كثير مبدعة. وانا برجع بقول لك انه في اليوم عندنا كثير مواهب، اليوم بيجوا اكثر من اطفال. مثلا اليوم انت عندك فريق كامل 30 لاعب، من 30 لاعب صدقا بتاخذي منهم 20 لاعب يمثلوا فعلا منتخب سوريا او اشبال بالبراعم ولا. يعني نظام الاكاديمي بيختلف كثير. ليش؟ لانه بيتابع كامل. قلت لك اليوم بيتابع الولد دراسيا غذائيا تمرينه بالبيت شو عم يساوي شو عم يعمل شو هذا ليكمل هذا. هو اهم عمر هذا العمر هو البراعم التاسسي من هذا العمر اللي بيكون هو 9 سنين 10 سنين، لانه هذا اللي بيخدمك لقدام للجيل اللي قدام انه بعد البراعم اشبال يطلع ناشئين، انه انت عم تاسسي صار لك 6 7 سنين لتاخذي هذا الموهبه يطلع بهذا المستوى يمثل البلد. وبرجع بقول لكم انه كثير عندنا مواهب بسوريا بهي الاعمار، بس بدنا نحن نستغلها ونستفاد منها. وان شاء الله انا بتمنى من كل الاكاديميات انه تشتغل على هذا الموضوع لنصل لمستوى يرفع اسم البلد ان كان بالفئات العمريه او للاشبال الناشئين للرجال. تمام كوتش، يعني بالنهايه نصائح للاهل لحتى ينموا موهبه اطفالهم. تمام. هلا اليوم انا بنصح كل اهل انه لازم من العمر الصغر من 6 سنين يبعثوا أطفالهم إلى الأكاديميات أو الأندية. اليوم الطفل بحاجة إلى رياضة إلى منفس. اليوم نحن كان بجو الدراسة أو بالصيف مثلا بده يطلع الولد يفرق طاقة، بقى بهي الطاقة هو لازم يطلع يروح لأكاديمية أو لنادي ويختار المهارة تبعه. صحيح. واللعبة تبعه اللي بدها تكون إنه كان قدم أو سلة أو سباحة أو كيكوندو زومبا. يعني لازم الولد يفرق طاقته بهذا بقى، وخاصة بضمن الظروف اللي عم نعيشها اللي احنا وهذا والضغط والهذا بده يكون المنفس هو له الرياضة لهالطفل. بقى بتمنى من كل الأهالي إنه يشجعوا أولادهم يلتحقوا بأكاديميات بالأندية، وهذا هي الرياضة هي منفس لهالطفل وهي بتعطي كمان حافز ذهني جسدي ثقة بالنفس اجتماعيا. يعني كثير هي الرياضة بتساعد على كل شيء بنهايه الطفل، يعني الرياضه الحياه. نحن مثل ما عم تتمنى من الاهالي كمان نحن بنتمنى لكم النجاح ونشوفكم هيك باسمكم الكبير عم تبنوا هدول الابطال. حكيت نقطه هي محزنه ومفرحه بنفس الوقت انه نحن عندنا مواهب ولكن للاسف نحن ما عندنا هذا الدعم لنقدر انه نطلع فيهم يعني فيه. فبنتمنى هيك اليوم منكم ومن كل الجهات المسؤوله انه يكون الدعم كثير مركز وخاصه على عمر الطفوله وما يكون في هيك شويه ظلم لبعض الرياضات. شكرا كوتش لحضورك. شكرا كثير. شكرا لك كوتش لكل المعلومات اللي قدمت لنا. الله يسلمك. شكرا كثير.